ماليزيا تعتقل جزائرياً ادعى أنه مغربي من سلالة الرسول. كشفت وسائل إعلام ماليزية أن السلطات هناك أوقفت شخصاً ادعى أنه مغربي ويعرف نفسه بأنه سليل النبي صلى الله عليه وسلم 38. ووفق صحيفة مترو هاريان الماليزية، فإن الشرطة كانت تراقب أنشطة الرجل المعروف بين أتباعه باسم المولى أمين. تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية الجزائرية، وليس له أي صلة بالنسب المقدس للنبي، واسمه الحقيقي محمد أمين أوراجي. ولد عام 1984 في الجزائر العاصمة قبل أن ينتقل إلى فرنسا مع عائلته. وبحسب نفس المصدر، فإن وزارة الخارجية المغربية أكدت للصحيفة الماليزية أن الشخص المذكور ليس مغربياً، واتهم من قبل السلطات الماليزية أنه يدير مدرسة إسلامية في سيلانجور ويروج لأنشطة لغرض جمع الأموال بشكل غير قانوني.